بونجور، معكم مدام مها. رح حل هلأ أسئلة الاختبار المعياري للغة الفرنسية للعام الدراسي 2019-2020. هذا نموذج يعني نعمل بال 2020 للطلاب البكالوريا اللي نجحوا واللي بدهم يدخلوا أدب فرنسي. اللي بدهم يدخلوا أدب فرنسي لازم يقدم فحص. هذا نموذج عنه رح أشرحه مع الحل. طبعا عندنا أسئلة جرامير، وفي كمان فوكابولير مفردات، وفي فهم للنص، يعني أسئلة متعددة. خلينا نشوفهم من صعبات. نبدأ بالجرامير. مدام vous avez oublié journal، سيدتي انت نسيتي مجلة او جريدة. نقول جريدتك، انت نسيتي جريدتك. انا لازم انتبه دايما على الاشخاص. مدام سيدة، هلا هي مفرد بس حكى معها بالفو، يعني انا بدي adjective possessif يتناسب مع الفو. جورنال هو masculin singulier، المجلة او الجريدة هي مفرد مذكر بس المالك هو فو. اذا لما بيكون المالك فو والشيء هو واحد نختار فوتر. فوتر جورنال ما بنخربط وبنحط تو. لو كان تو كان قال تويا اوبليي، بس طالما فوزافي اوبليي اذا فوتر جورنال. سي تو نو تروف با تي كلي، اذا ما لقيت مفاتيحك دور عليهم دون لو تيغوار، في الدرج في السحابه دور عليهم. شيخش الفعل هو امر، بدي اشوف شو الضمير اللي بيحل محل مفاتيحك. شيخشي كلك شوز، بحث عن شيء، يعني بياخذ كومبليمون دوبجي ديريكت. والكلي هنن بلوريل في اس، طالما اس يعني لي، شيخش لي. دور عليهم. ليش ما قلنا لي شيخش؟ لي شيخش لما ما بيكون امر، الضمير دايما الضمائر كلها بتيجي قبل الفيرب لما ما بيكون امر، بس يكون الفعل بصيغه الامر الضمائر بتيجي بعد. لذلك نقول شيخش لي. تخوا تو فغوا بورت تو مونتو، انت بردان لبس معطفك. انت تو مع المشاعر جي فغوا، بقول جي فغوا تو فغوا، إذن بي تو فغوا. ما بقول مثل بالعربي انا بردان انا اكون بردان، لا. الفرنسي مختلف، نستخدم فيرب افوار للبرد وللشوب. جي شو انا مشوب، جي فغوا انا بردان، جي فان انا جائع، جي سومي انا نعسان. كاتخ جيم بوكو لو تياتر، بحب كتير المسرح. اي فو، وانت فوز انتريس، ما الذي يهمك؟ شو بشو بتهتم؟ يعني شو اللي بصير اهتمامك؟ عندي هون الفيرب، هذا فيرب وهذا كومبليمو. هي وانت بس لحاله. هلا بدي اقول شو اللي بيهمك، اكيد ماي بوركوا ولا اكوا، لانه انت يعني هون ناقصني انا سوجي. إذا استحطيت كيسكو بيكون الكلمة هون لازم تكون مفعول به، وأنا عندي مفعول به بدي سوجي. كيسكي ما الذي، كيسكي فوز انتيريس ما الذي يهمك، هو فاعل هون، فاعل وهذا الفعل وهذا الكومبليمون. كيسكي فوز انتيريس مو كيسكو، كيسكو بتجي محل مفعول به محل الفاعل كيسكي. ما الذي c'est une artiste، انها فنانه. a du talent، عندها موهبه، لديها موهبه. عندي هون فعل ناقصني سوجي، بدي اخذ اسم موصول باعرابه يكون سوجي. هو كي؟ انها فنانه لديها موهبه. 6 l'autobus الباص vient-il toujours à l'heure؟ هل يأتي دائما على الوقت؟ non. كلا. il ne vient ولا يأتي
على الوقت، بس يكون في عندي طبعا انا عندي النفي دائما نو وبا، بس لما في بعض التعابير اذا وجدت بالنفي بتتغير. اذا التقى عندي توجور بالسؤال جوابه رح يكون جامي. هي هل تأتي دائما؟ هي لا تأتي ابدا، لا تأتي ابدا، elle ne vient jamais à ابدا ما بتجي على الوقت. 7 cessez de vous وقفوا عن الخلاف à ce sujet حول هذا الموضوع. عندي فعل مصرف سيسي هذا زد، معلش تصوير مو كتير واضح، ما عندي احسن منه، لازم بعد الفعل المصرف يجيني فعل بالمصدر، اللي بالمصدر هو بي. سيسي دو فو ديسبوتي حاجة تتقاتلوا. ويت راكونتي موا احكولي ماذا فعلتم يوم السبت مساء. vous avez fait samedi soir. انا عندي هون اشارة تعجب ضروري كتير انتبه عليها، لو اشارة استفهام المفروض يكون في هون نقطتين، احكي لي نقطتين، كيسكو vous avez fait samedi soir، احكوا لي شو عملتوا السبت المساء. بس طالما انا عندي اشارة تعجب وليست امر، اذا مو سؤال هو اسلوب غير مباشر، لازم احط سوك ce que vous avez fait. 9 il aime beaucoup son travail. هو بيحب كتير عمله. mais il parle jamais. لكنه لا يتحدث عنه اطلاقا. لا يتحدث عنه. parler de quelque chose. وبس يكون في عندي حرف الجر دو بياخد الضمير ان. il n'en parle jamais ولا يتحدث عنه اطلاقا. 10 elles sont par le train. هن اتوا بالقطار. ال اس لما بتصرف الفعل بالباسي كومبوزي بياخد اوكسيليير اتر، بتوافق مع الفاعل من ناحيه التانيث والجمع. ال هن فيمينا بلوريال، لازم اخد venu اللي الى او اس فيمينا بلوريال. 11 si j'étais à votre place لو كنت محلك je كنت حذرت حذرت يعني de cette proposition من هذا الاقتراح. الفعل هو ضميري بس انا لازم اطلع طالما عندي سي اداة شرط والفعل الشرط بالامبارفي جوابه راح يكون بالكونديسيونيل بريزون يعني جذر المستقبل مع نهاية الامبارفي. وين في جذر المستقبل مع نهاية الامبارفي؟ بدي اي اس je me méfierai. جذر المستقبل او ار زائد اي اس. 12 ce travail ensemble. ensemble يعني مع بعض. لو ما موجودة كنت حطيت فيه اعمل هالعمل، قم بهذا العمل، بس طالما ensemble يعني مع بعضنا يعني الأمر هو مثل invitation لنو، خلينا نعمل هذا الشيء. faisons ce travail لنقوم بهذا العمل ensemble مع بعضنا. 13 vous avez du beurre. عندك زبدة؟ oui نعم عندي من الزبد. du يعني de، وقلنا بس يكون في عندي حرف الجر دو بياخد الضمير ان، اذا وي جوني ان هي محل حرف الجر دو. 14 جيسبر كو تو تري بيانتو ا باري، بتمنى انك تجي على باريس. نحن بنعرف افعال الامنيه بتاخد سبجونكتيف، بس مع اسبيري ما بياخد، سويتي بياخد سبجونكتيف، بس اسبيري يحتمل التحقيق، وكل شيء يحتمل التحقيق ما بياخد سبجونكتيف. اذا بدي انا الفيتور فياندرا. جيسبر كو تو فياندرا تري بيانتو، بتمنى انك تجي قريبا جدا على باريس. 15 prends encore خود كمان un morceau de gâteau. خود كمان قطعة جاتو
il en reste لسه في très beaucoup ما بتنقال très beaucoup beaucoup il en reste beaucoup ما زال يوجد منها الكثير طبعا rien للنفي ما بتنقال ودول ما بنقول سي بوكو ولا بنقال très beaucoup بنقال il en reste beaucoup لحاله هلا جينا على أسئلة الفوكابولير المفردات le contraire de mal عكس كلمة mal هي bien جيد mal سيء le mot qui ne convient pas الكلمة الغير مناسبة اللي هي ما تتوافق مع باقي كلمات passé grand faire manger بطلع عليهم منيح بلاقي passé verb faire verb manger verb grand adjectif إذن هاي الكلمة اللي ما بتتناسب دايما بدي أفكر بالكلمات اللي قدامي لما بيقولوا لي ما بتتناسب le mot qui ne convient pas الكلمة اللي ما بتتناسب client زبونة magasin مخزن vendeuse بائعة étudiante طالبة بلاقي إنه ثلاثة زبونة والمخزن والبائعة في مجال البيع والشراء أما الطالبة فما لها علاقة في الموضوع 19 il est passionné d'art هو مولع بالفن هالشي هي passionné d'art تعني il انه déteste يكره لا n'aime pas لا يحب لا a peur يخاف لا adore هو يعشق يعني passionné يعني adore 20 d'habitude عادة تعني en général بشكل عام لما بقول عادة أنا بعمل هيك يعني بشكل عام أنا بعمل هيك en général أكيد ما رح أخذ أبدا ولا رح أخذ نادرا ولا رح أخذ بشكل خاص عادة يعني بشكل عام au retour des vacances أثناء عودتي من العطلة عودتنا من العطلة nous sommes passés par la Suisse ونحن راجعين مرينا من سويسرا هل جملة تعني nous sommes revenus نحن رجعنا de vacances من العطلة en passant ومررنا par la Suisse من سويسرا صح طبعا نشوف البقايا nous avons passé nos vacances عطلتنا بسويسرا لا nous sommes retournés en Suisse رجعنا لسويسرا لا نحن مررنا لأنه passé par مرة من nous sommes partis en vacances رحنا على بالعطلة ورحنا على مرينا في سويسرا لا ما نحن رايحين ما هو nous sommes partis لا nous sommes revenus ونحن راجعين لأنه au retour يعني nous sommes revenus 22 le contraire de gauche عكس اليسار هو droite يمين أكيد ما هو devant أمامه ولا derrière خلفه ولا sous تحته mettre en valeur أعطى أهمية تعني valoriser valeur الفعل هو valoriser قيم valoriser négliger أهمل perdre فقد أو أضاع dévaloriser هي عكس valoriser يعني قلل من قيمة الشيء إذن mettre en valeur هو valoriser alimentation variée أطعمة غذاء متنوع يعني إنه الإنسان يأكل دي ليجوم فقط هل الخضار تعني أطعمة متنوعة لا دو لا فيوند يأكل بس لحمة لا يأكل بس دو بويسون سمك لا وإنما يأكل دو تو كل شيء le contraire de courageux عكس شجاع هو لاش جبان ليس باريسو كسلان لأنه عكس كسلان هي نشيط ما بين علي إشي هاي سوليد متين وهي ما بين شو بس المهم هي لاش فانسيت لو كونتخير دو ماتان عكس الصباح هو المساء soir
مو جوغ نهار ولا جوغني صباحية يعني ولا سيل سما. لو سينونيم يعني لو فوكابولير المرادف لكلمة كابابل جدير أو عنده استعداد. تخيست حزين لا، جويو فرح لا، وإن كومبيتان يعني غير جدير، كومبيتان جدير. كومبيتان هي مرادف سينونيم يعني فوكابولير يعني فودير كابابل. Vingt-neuf, le contraire de fidèle, axe, mukhlis, amoureux, ashiq, infidèle. L'IN daiman ta'ti axe, infidèle, ghair mukhlis, khayin, calme, hadi, tendu, mtwatir, ou, yani, shadid. Ana rah waqif hon w ba'mel safha tani bid-dars el-jay. Kanet ma'kom madam Abdulkom. Au revoir, à la prochaine fois.